أسرع كيكة بدون دقيق بدون فرن. نجيب موز يكون ناضج عدد 2 نهرسهم جيد، بيض عدد 2 نخفقهم مع بعض، وبنجيب معلقتين كبيرة من الحليب، فضل يكون دسم، قليل من الفانيلا، نص معلقة صغيرة من بيكربونات الصودا، وبنوضع كاكاو 4 معالق كبيرة. بنحرك المكونات جيد، بنضعها في وعاء زجاجي يدخل الميكرويف. المدة حسب الكمية أو حسب الرطوبة أو حسب نوع الميكرويف لازم احنا نراقبها. فعود الأسنان بنشيك عليها، فعود الأسنان هيك أصبحت جاهزة. في عندي أكثر من 500 وصفة صحية، المهتم بالغذاء الصحي عليه إنه يشترك حتى يوصلكم كل جديد. بنوضع عليها المكسرات، ممكن بديل السكر أو السكر حسب رغبتكم. أكثر من رائعة. إذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك. مع السلامة.